السلام عليكم أحبتي التلاميذ. This is the correction of the comprehension questions. هذا وني تصحيح أسئلة الفهم للامتحان التجريبي حول يوسف العزوزي الفائز ب يعني نجوم العلوم اوكي في موسمها 11. اوكي so let's start with the first question. Choose the best title for the passage. يعني اختر يعني احسن عنوان title والعنوان for the passage اللي يعني للنص passage والنص. First one, يوسف عزوزي's success story, يعني قصة نجاح يوسف العزوزي. Number two, يوسف عزوزي's family background, يعني الخلفية العائلية ليوسف العزوزي. Number three, يوسف عزوزي's life in Oxford, يعني حياة العزوزي في أكسفورد. يعني the best answer or the answer to this is يوسف عزوزي's success story, يعني قصة نجاح يوسف العزوزي. This is the best title for the text. Okay, let's go to the next question. B, tick the questions that are answered in the text. يعني ضع علامة هذه العلامة tick the questions that يعني على الأسئلة التي that are answered التي هي يعني التي لديها إجابة في النص in the text. And put cross يعني وضع علامة يعني في next to أمام أو بجانبي the ones يعني the ones يعني الأسئلة that are not answered على الأسئلة أو أمام الأسئلة التي ليس لديها جواب في النص. Example يعني أعطوا مثال. What is the name of Yusuf's father؟ يعني ما هو اسمه الأب ديال يوسف يعني العزوزي. يعني مذكور هو مذكور في النص هذا السؤال هذا الجواب ديالو كان في النص وبالتالي احنا درنا له هذه العلامة تيك والاسم ديال الأب ديالو هو على ما أظن مصطفى العزوزي. Example another example is يوسف العزوزي مريض. هل يوسف العزوزي متزوج؟ يعني في النص ليس لدينا أي معلومة تجيب عن هذا السؤال وبالتالي درنا له كروس. So the first one, how long يعني how long هنا هذا السؤال حيت كنطرحوا السؤال ب how long يعني كنسولوا على المدة الزمنية. يعني كم دامت has Yusuf studied in Boston, يعني كم دامت مدة يعني دراسة يوسف في بوسطن يعني في مدينة بوسطن يعني كم دامت المدة ديال هذه الدراسة في بوسطن. اوكي يعني ليس لدينا اي جواب على هذا السؤال في النص. سأعطيكم الدليل. يعني later he joined Boston University in the United States and finally settled in Turkish. يعني مكان مذكور هنا بانه يعني التحق بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الامريكية ولكن لم يذكر يعني مدة الزمنية التي يعني التي يعني قضاها في تلك الجامعة. So because there is no answer, so that's why we choose to have a cross علامة في أمام السؤال لأن ليس لديه جواب في النص. Okay. Number two, what were the nationalities? What يعني ماذا؟ يعني حيث كنسولو على شيء ما أو فكرة ما كنسولو ب what were the nationalities, ما هي أو ماذا كانت يعني الجنسيات of Yusuf's final opponents, يعني الجنسيات ديال يوسف ديال المنافسين opponents هما المنافسين النهائيين final ديال يوسف. يعني الجواب ديال هاد السؤال هذا هو مذكور في النص وبالتالي غادي نديروا علامات تيك امامها وكاين الدليل هنا في الباراجراف نمبر 5 يعني الجوردانيين كانديديت اند كاتاري وان يعني المنافسين ديالهم كانت واحد عنده جنسيه اردنيه وواحد يعني قطريه.
وبالتالي الجواب كاين ديال هذا السؤال في النص. هذا هو بي بي 2. يعني كما كنشوفوا الجواب ديال بي بي 1، بي 1 كاين في باراجراف 2 بي 1، يعني الجواب ديال والدليل على داك الجواب على داك السؤال اللي كاين في باراجراف 2، يعني الجواب ديال الثاني كاين في باراجراف 5. وغادي نلقاو بان الجواب ديال هاد الباراجراف 3 ما يمكنش يكون يسبق لنا الاجوبه ديال هاد الواحد والجوج، لان خص يعني هذه قاعده، خص الاسئله ديال اي اكتيفيتي تكون يعني غاديه مع الترتيب ديال النص. سو السؤال الثالث، هاو ماتش ماني did the jury give to Yusuf as the best Arab inventor؟ يعني how much، يعني هنا كنسولو على الكمية، حيت كيكون عندنا نتكلمو نسولو على الكمية ديال شي حاجة غير قابلة للحساب، يعني uncountable nouns بحال money. money هنا uncountable، ما نقدرش نقولو واحد فلوس، جوج فلوس، ثلاثة فلوس، لأنه هو غير قابل للعد، وبالتالي باش نسولو على كمية ديال شي حاجة غير قابلة للعد كنستعملو how much، يعني كم، يعني كمية المال. did the jury give، التي أعطتها لجنة التحكيم to يوسف ليوسف as the best Arab inventor، ك يعني أحسن مخترع عربي. هذا يعني الجواب ديال هذا السؤال ما كاينش في النص، غير مذكور في النص، وبالتالي كروس هي اللي خصها تكون العلامة اللي خصها تكون أمام السؤال. ويعني والدليل على هذا يعني كاين في الباراجراف 5 من بعد الدليل على ولا الجواب ديال السؤال جوج، بي جوج كاين هنا والبي ثلاثة كاين من بعد منه. اوكي، يوسف عزوزي was the winner، يعني هنا يوسف العزوزي كان هو الفائز، as the best inventor all over the Arab world، يعني كأحسن مخترع في العالم العربي، ولكن ما عرف ما دايرينش هنا شحال عطاوه فلوس ولا شحال ربح في ديك الجائزة، يعني بالتالي كروس هو يعني الجواب اللي كان عندنا هنا كروس، داكشي باش وضعنا عندنا كروس، لان الجواب على هذا السؤال ما كانش في النص. اوكي، ليتس جو تو ذا نيكست كويستشن. هير انسر ذيز كويستشنز، ولا لا تشوز، سوري، هنا راه تشوز ذا بيست انسر، السؤال هو اختر احسن جواب بالنسبه لهذا، يعني هنا بوستين اشنو يعني اشنو كاينه هذه الكلمه كاينه في النص، ولكن اشنو المعنى ديالها؟ واش ا انفلوينسين ولا ليت مي كوريكت اند ذن كم باك تو ذا فيديو. اوكي، هنا كان عندنا خطا في السؤال، تشوز ذا رايت انسر، يعني اختر الجواب الصحيح. يعني بوستين كاين هذه الكلمه كاينه في النص في الباراجراف 3، means تعني، هل تعني A influencing هي أثر يؤثر على شيء ما، enhancing حسن يحسن، ب C giving أعطى يعطي، يعني boosting الانسر ديالها يعني المرادف ديالها الصحيح هو enhancing اللي كاين في بي، وبالتالي غادي نكتبو بي هنا، نكتبو بي بهذه الطريقة. اوكي، نمبر 2، جوبولنت يعني اللي كاينه في باراجراف 5 المعنى ديالها، واش ا هابي ولا بي كيريوس، يعني فضولي، كيريوس هو فضولي ولا لديه فضول، ولا انكشس يعني متوتر. اوكي، يعني شكون فيهم الجواب الصحيح؟ يعني الجواب الصحيح هو A اللي كتعني happy، وبالتالي غادي نكتبو A هنا. Let's go to the activity D. What do the underlined words and the text refer to؟ يعني ما يعني ما إلى ماذا تشير، أو على ماذا ترجع الكلمات التي تحتها خط في النص؟ هاد refer to يعني كتعود عليها، تلقى هاد refer to يعني هذوك الكلمات اللي مسطرين عليه وعلام كيعودوا. يعني هنا عطاونا ضمائر، هي ضمائر هي، يعني يعني خصك تكون ضابط الضمائر، وحد مثلا هي
كتعني هو، يعني تعود على شخص واحد ذكر، وهو شخص إنسان وليس حيوان وبالتالي أو جماد، وبالتالي خصك تقلب على شخص هنا. اوكي، سو الجواب هو his father ولا مصطفى العزوزي. اوكي، let's come back to the text and I can show you. So his father is Professor Mustafa العزوزي, who was two among the most creative minds all over the world for brain and nerve surgeries in Morocco. He is a permanent member. يعني هاد الضمير كيعود، يعني حتى عطوك ضمير في واحد الجملة، سير الجمل اللي قبل منها يعني وغادي تلقى يعني الجواب في يعني في الجملة التي كانت يعني قبل هذيك الجملة الأخرى فين كاين الضمير مباشرة. وبالتالي يعني عندنا هنا إما تختار هذا هيز فادر ولا مصطفى العزوزي، لأن كنتكلموا على نفس الشخص، الأب ديالو هو مصطفى العزوزي، وبالتالي إلا كتبتي هيز فادر راه صحيحة، وإلا كتبتي مصطفى العزوزي راه صحيح. Okay, this is it. Let's go. So this is the answer of D1. Let's go to D2. It هذا ضمير اللي كاين في الباراجراف 3، هو it ضمير يعني مفرد، كيعود على المفرد هو او هي لغير العاقل، يعني ما غاديش نلقى معني في هذا it، ما غاديش تعود على شخص، وبالتالي خصك تقلب على شي حاجه. اوكي، ماشي انسان. So this it refers to TV program or stars of science. نمشيو للتكست ونشوفوها. اوكي، كاين في الباراجراف 3. اوكي، so ها هي it كاينه في الجمله الثانيه، يعني والجواب هاد it يعني كاين كتعود على شي حاجه كاينه في الجمله اللي قبل منها، و it قلنا غادي كتعود على مفرد وشي حاجه غير عاقل، يعني غاديش تشير لشخص مصطفى العزوزي ولا شي واحد هكا ولا كوندي ديت يعني متنافس، هادو راه بنادم، يعني غادي يعني كتعود على البرنامج اللي هو تي في بروغرام، يعني تي في بروغرام هو برنامج تلفزيوني يسمى ستارز اوف ساينس، يعني اما دير السميه ديال البرنامج التلفزيوني ولا تقول تي في بروغرام، بجوج صحاح. الا كتبتي تي في بروغرام صحيحه، والا كتبتي ستارز اوف ساينس صحيحة، لأنها كتعني نفس الشيء. Let's go to E. Are these statements true or false? Justify. يعني وهل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة؟ ويعني عليك أن تذكر واش صحيحة ولا خلطة من خلال النص، يعني من خلال المعلومات اللي النص من النص، ماشي من خلال ما فهمت منها، يعني من خلال المعلومات اللي كاينة في النص، واش هذه الجمل هذه صحيحة ولا لا، وغادي تعلل اذا كانت صحيحه تعلل علاش من التكست، واذا كانت خاطئه تعلل علاش من التكست. So يوسف had studied English in Morocco، يعني يوسف يعني درس الانجليزيه في المغرب، before he went to the United Kingdom، يعني قبل ان يذهب الى يعني المملكه المتحده يعني بريطانيا. So this is true. And the justification is that he could join and graduate from the American school in Rabat. يعني قدر أنه يلتحق وتخرج من الجامعة الأمريكية في 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 الرباط. يعني باش يقرأ في جامعة أمريكية خصو يكون عنده الإنجليزية يعني طريقة، وبالتالي يعني راه هو هاد الجملة هذه كتدل على أنه تعلم الإنجليزية قبل ما يمشي لبريطانيا. والجواب ديال هاد واحد إي كاين اي واحد كاين على الجواب ديالها في الباراجراف الثانيه، يعني الجواب ديال اي 2 و اي 3 غادي نلقاهم من بعد هذه، يعني ما غاديش نلقاهم في الباراجراف واحد، لا غادي نلقاهم في 3 اما في 4 اما في 5. اوكي، سو people who suffer from heart diseases get cured in a short period of time. يعني الناس الذين يعانون suffer from heart disease، يعني الذين يعانون من مرض او امراض القلب، get cured in a short period، يعني يشفون، get cured هي يشفون in a short period، يعني في مده زمنيه يعني قصيره، short هي قصيره، period of time هي مده زمنيه.
So this is false according to the text. It is false خاطئة. والدليل هو هاد الجملة هذه اللي خديناها من التكست. Heart disease treatment is a long-term process. يعني يعني معالجة مرض القلب يعني هو هي صيرورة طويلة الأمد. Long-term process. واللي كينا في بداية الباراجراف 4. يعني هذا هو الجواب ديال إي جوج. إي جوج ماشي إي واحد. سوري. إي جوج. أوكي. يعني الإي واحد لقيناها في الباراجراف جوج. والإي جوج لقيناها في الباراجراف 4. يعني بالترتيب ديال ديال المعلومات اللي كاينه في النص. نمشيو للاي 3. Only Yusuf and Jordan in Jordanian candidate could reach the final competition stage. يعني فقط يوسف مع ذاك المتنافس اللي عنده جنسيه يعني اردنيه هما بجوج فقط اللي قدروا انهم يوصلوا could reach يعني استطاعوا ان يصلوا the final competition stage المرحله النهائيه للمنافسه. هذا يعني باين بانه يعني هذا statement هي خاطئه. It is false. والدليل هو هذه الجمله اللي كاينه في النص. And a Qatari won. هذا قطري يعني وايضا متنافس قطري ايضا. وهذه الدليل كاين في الباراجراف 5. يعني اوكي so Jordanian candidate can Yusuf and the Jordanian candidate and a Qatari one وايضا متنافس قطر. يعني ال قلنا الاي 1 لقيناه في الباراجراف 2, الاي 2 في الباراجراف 4, الاي 3 كاين في الباراجراف 5. يعني بالترتيب ديال النص حتى الاسئله كتمشي في كل اكتيفيتي كتمشي في الترتيب ديال النص. نمشيو للاف. الاف complete the following sentences يعني اكمل الجمل التاليه من خلال النص. يعني ماشي تكملها من راسك ولكن غادي تكملها من خلال النص من خلال المعلومات اللي كاينه في النص. So Arab ambitious young people يعني الشباب young people هما الشباب الشباب العرب الطموح الشباب العرب الطموح هما ambitious والطموح are invited هم مدعوين إلى to هي إلى ماذا من خلال النص هم مدعوين إلى to save يعني هذا to يعني غادي يتبعها infinitive verb to save هنا أنهم ينقذوا to save human lives أنهم ينقذوا يعني الحياة الإنسانية and have a positive impact ويكون عندهم تأثير إيجابي. هذا جواب. أيضا تقدروا تقولوا invited to participate أنهم مدعوين للمشاركة in the TV program Stars of Science أن يشاركوا في يعني البرنامج التلفزيوني Stars of Science. يعني هادو يعني حاولنا كملنا الجملات يعني هذه الجمله هذه يعني بمعلومتين من النص. الا اختاريتي انت هذه المعلومه صحيحه راه صحيح ولا اختاريتي ايضا هذه المعلومه راه صحيحه. المهم تكمل الجمله بشكل صحيح باستعمال معلومات من النص. يوسف اوكي هذا هو الدليل. يعني كاين هنا في الباراجراف 3 يعني عندنا هذه الجمله هذه. اوكي هاد الستارتس اوف ساينس هي واحد المسابقة اللي يعني مخولة للشباب العربي around the world to age اللي يعني السن ديالهم كيتراوح ما بين 18-35 سنة وهما يعني طموحين وكذا. علاش باش هيا اوكي اللي هما مهتمين interested in boosting science يعني مهتمين بانه تحسين العلوم and technology to save the human life to save الهدف ديال داك الشيء هو to save the human lives يعني اللي ينقاد حياة الناس lives and have a positive impact. أوكي هذا هو أحسن جواب لهذا الجملة. هذه أحسن تكملة هي أنك تستعملها to save human lives and have a positive impact. Let's go to number two. F2 Yusuf thought of moderate heart stance because يعني يعني يوسف فكر thought of فكر في هذا الأنبوب يعني ديال القلب اللي هو الاختراع ديالو. علاش فكر في ذاك الاختراع because
اوكي السبب راه كان في النص because heart disease treatment is a long term process. يعني لان يعني العلاج ديال مرض القلب هو يعني سيروره طويله الامد that requires more patience التي يعني تستدعي صبرا كثير و and more money ايضا ومال كثير. يعني هو الهدف ديالو من هذا الاختراع انهم يقلل من المصاريف ومن المده الزمنيه ديال العلاج ديال مرض القلب. ويعني والجواب الجواب ديال هذا هذا كاين في الباراجراف نمبر 4. يعني هذاك ديال الواحد الاف واحد لقيناه في الباراجراف 3، الاف الاف جوج لقيناه في الباراجراف 4، الاف جوج لقيناه في الباراجراف 4 ها هو. وبالتالي نمشيو للاف 3. يوسف عزوزيز بارنتس، يوسف العزوزيز بارنتس ار براود اوف ذير سان بيكوز هي كود ميكس. يعني الاب يعني الاباء ديال يوسف بارنتس الاباء ديال يوسف ار براود اوف ذير سان، يعني هما فخورين بالابن ديالهم. بيكوز علاش فخورين بالاب ديالهم؟ هي كود ميكس، لان يقدر انهم يخلط ويدمج ما بين بتوين ساينس تكنولوجي اند هيومن ريميدي اند هيومن ريميدي. Sorry, and the human remedy to save lives and improve medical sciences. يعني هو ميكس هنا هي اللي عطتني الجواب. ميكس يعني دمج بين هاد ميكس كاين المرادف ديالها في النص اللي هو كومباين، يعني مزج بين between science and technology and human remedy. هذا هو يعني الجواب ديال هاد اف 3 كاين في الباراجراف 5. يعني اف 1 في الباراجراف 3، اف 2 في الباراجراف 4، و اف 3 كاين في الباراجراف 5 في اخر النص. نمشيو للجي. find in the text words or phrases that mean almost the same as. يعني اجد في النص يعني كلمات او عبارات التي تعني تقريبا نفس الشيء. يعني هنا تعني تقريبا نفس، يعني قال لك ابحث على المرادفات ديال هذه الكلمات بثلاثه في النص. يعني باك بون غادي تلقى المرادف ديالها في الباراجراف واحد، مارفلوس غادي تلقاه في الباراجراف جوج، ويعني اول اوفر غادي تلقاه في الباراجراف خمسة. يعني الباك بون هو العمود الفقري، وكان يعني المرادف ديالو في الباراجراف واحد اللي هو سبين. اوكي ها هو كاين يعني ومارفلوس كتعني شي حاجة اللي راقية وعالية. ويعني والمرادف ديالها كاين في الباراجراف جوج اللي هو prestigious. all over يعني يعني يخترق كل العالم او كل يعني شي حاجة جميعها. وكاين في الباراجراف خمسة اللي هو المرادف اللي كاين تماك هو throughout. throughout يعني خلال الجميع. اوكي هادو هما المرادفات اللي عندنا. نمشيو يعني هذا هو نهاية أسئلة الفهم. نتمنى نكون تكون في التصحيح ديالها بالتوفيق. ويعني وغادي نعاودو نمشيو لفيديو آخر غادي نصححو أسئلة اللغة إن شاء الله.